طلاب الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا الرابع يا رابع مقارنة الكسور والأعداد الكسرية وترتيبها. في هذا الجزء رح نشرح المقارنة، ولما بحكي عن المقارنة بخطر في بالي إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي. هلا في عندي أكثر من قاعدة في مقارنة الكسور. القاعدة الأولى بتحكي إذا كانت المقامات متساوية، يعني لما بدي أقارن بين كسرين لهما المقام نفسه، في هاي الحالة فإن الكسر الذي بسطه أصغر هو الأصغر، أكيد اللي بسطه أكبر هو الأكبر. كيف يعني هذا الحكي؟ لنفرض أنه كان في عندنا امتحان، هذا الامتحان من 10، طالب جاب 7، طالب جاب 9، بلاحظ أنه المقامين متساويين، هذا المقام يساوي هذا المقام. طيب بنظر إلى البسط، اللي أصغر هو الأصغر، اللي أكبر هو الأكبر، معناته لاحظ ماما هاي الإشارة تعني أنه 9 أكبر والسبعة أصغر، هي دائما بتفتح تمها باتجاه العدد الأكبر، فهذا يعني أنه 9/10 أكبر من 7/10. ناخذ مثال ثاني، مثلا ذاكر لي بالكتاب، مثلا المثال 5/12 و7/12. لاحظ ماما المقامين شمالهم متساويين، الخمسة بالنسبة للسبعة أصغر، يعني السبعة بالنسبة للخمسة أكبر. إذا بيحكي لي إذا كان الكسرين لهم المقام نفسه، الكسر الأكبر اللي بسطه أكبر والكسر الأصغر اللي بسطه أصغر. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان البسطان متساويين، تمام؟ خلينا نحكي هون إذا كان المقامين متساويين، لأنه إحنا عندنا مقامين فقط. إذا كان المقامين متساويين، وإذا كان البسطين متساويين، إذا كان المقامان متساويان، وهون إذا كان عشان نكون كتبنا بنفس الطريقة إيش متساويين، كتبنا القاعدة بنفس الطريقة. إذا كان المقامان متساويين وإذا كان البسطين متساويين، إذا كان البسطين متساويين ركزوا معايا هاي الشغلة، فإن الكسر الذي مقامه أصغر هو الأكبر. شو يعني هذا الحكي؟ بسيطة، راح أعطيكم مثال بسيط من حياتنا اللي هو المثال نص وربع. هلا لو أخذنا واحد من الأولاد أو من الطلاب عندنا بالصف أخذ مصروف نص وأخوه أخذ مصروف ربع، أكيد هو بحكم معرفته رح يعرف إنه النص أكبر. لاحظ أنا بنظرت إلى البسط، هون واحد وهون واحد، إن الكسر الذي مقامه أصغر هو الأكبر. المقام الأصغر، هذا المقام الأصغر، فالكسر هو الأكبر. إذن برجع بكرر، إذا كان البسطين متساويين فإن الكسر الذي مقامه أصغر هو الأكبر، والكسر اللي مقامه أكبر هو الأصغر، تمام ماما؟ إذا هذه بدنا نحفظها ونضلنا متذكرينها دائما، تمام يا أمي؟ طيب لو أعطيتك كمان سؤال، مثلا زي الوارد عندنا بالكتاب 8/11 و8/15، لاحظ ماما أنا عندي البسطين متساويين، فإن الكسر الذي مقامه أصغر هو الأكبر، 8/11 أكبر من 8/15، تمام. طب لنفرض هلا الحالة الثالثة، إذا كان كل من البسطين والمقامين غير متساويين، يعني لا البسطين متساويين ولا المقامين متساويين، في هاي الحالة بنلجأ إلى توحيد المقامات. شو يعني توحيد المقامات؟ يعني جعل المقامات متساوية، يعني جعل المقامات أو المقامين متساويين، يعني المقام نفسه. كيف هاي الشغلة بدها تتمها؟ في عندي مثال بالكتاب كاتب لي ربع وكاتب لي 3/8، تمام ماما؟ هل الربع و3/8 بنظر أنا إلى المقام الصغير، إلى المقام الصغير اللي هو الأربعة، ممكن أحول الأربعة على 8،
اي ام اس ممكن. كيف بحولها؟ بضربها باثنين. طيب تذكروا درس الكسور المتكافئة؟ لما كنت أوجد كسر مكافئ كنت أضرب المقام فقط؟ لا طبيعي، كنت أضرب البسط والمقام. فبتصير هاي 2 على 8 مقابلها هاي 3 على 8، وال3 على 8 أكبر. لما بوحد المقامات برجع للحالة الأولى، المقامين متساويين، اللي بسطه أكبر هو الأكبر، اللي بسطه أصغر هو الأصغر. هلأ ماما في طريقة تانية ممكن الطالب يستخدمها. ممكن الطالب ما يخطر بباله انه يضرب الصغير، راح شو يعمل؟ على السريع راح يحكي لي مس بضرب كل كسر في مقام الكسر الاخر، وهي حالة عامة ممكن استخدمها لما اكون الاربعة ما استطيع تحويلها الى ثمانية. اعيد، نضرب كل كسر في مقام الكسر الاخر، وهي حالة عامة مقام الكسر الاخر يمكن استخدامها دائما. بس أنا بفضل لما يكون واحد فيهم من مضاعفات الثاني أضرب الصغير بحيث يصبح زي الكبير. إذا ما خطرت ببال الطالب وراح ضرب لي هون في 8 وهون في 8، ضرب هذا الكسر في مقام هذا الكسر، في 4 في 4 ضرب هذا الكسر في مقام هذا الكسر، حيصير عنده الجواب 8 على 32 و 12 على 32، وطبيعي جدا إنها تكون الـ 12 هي الأكبر. يعني بالحالتين راح يطلع معاه نفس الجواب. بس زي ما حكيت لكم أنا بفضل هاي الطريقة إذا كان ممكن، أما إذا كان مش ممكن عادي. يعني ماما في بالكتاب كاتب لي أيضا، اللهم صل على سيدنا محمد، ثلث ثلث وستة على تسعة. هلا الثلث والستة على تسعة ممكن بكل سهولة أحول الثلاث لتسعة. كيف؟ ضرب ثلاث ضرب ثلاث، بتصير هاي ثلاثة على تسعة، وبتصير هاي 6 على 9، و6 على 9 هي الأكبر. بينما يا عيوني في عندي كمان سؤال كاتب لي إياه بالكتاب، اللي هو 5 على 8 و1 على 3. هلا لو أخذنا المقام الصغير اللي هو الثلاث، مستحيل أستطيع أضربها بعدد صحيح تعطيني 8. في هاي الحالة أنا مضطر أضرب هون، بضرب البسط أيضا في 8، بضرب المقام هون في 3، وبضرب المقام هون في 3. طبقت القاعدة اللي بتحكي نضرب كل كسر في مقام الكسر الآخر. فشو صار عندي يا أمي؟ صار عندي 15 على 24، وهون صار عندي 8 على 24، وال 15 على 24 أكبر. تمام يا عيوني؟ ولو رحت هون ضربت هاي بتسعة، ضربت هاي بتلات، هيطلع عندك 9 على 27 و 18 على 27، وال 18 على 27 حتكون أكبر. إذا مراجعة سريعة، إذا كان المقامان متساويين الكسر الذي بسطه أصغر هو الأصغر، بدنا نحفظها. إذا كان البسطين متساويين الكسر الذي مقامه أصغر هو الأكبر، برضو بدنا نحفظها. إذا كان كل من البسطين والمقامين غير متساويين بدنا نلجأ لتوحيد المقامات. في توحيد المقامات عندي طريقتين، إذا كان واحد من المقامين من مضاعفات الآخر أو من مضاعفات الصغير بضرب الصغير، أما إذا كانوا مش من مضاعفات بعض بضرب كل كسر في مقام الكسر الآخر. ويمكن تعميم هاي القاعدة في حالة إنه إذا كان البسطين والمقامين غير متساويين. تمام يا رابع؟ الحصة الجاية رح نشرح الترتيب. يعطيكم ألف عافية.